كذلك الأئمة وجدنا فيهم شيئا غريبا، وهو ماذا؟ أنه يرى حديثا صحيحا في الباب ثم يتركه، ويرى حديثا ضعيفا في نفس الباب فيأخذ الضعيف. لماذا؟ يعني هل هذا من الهوى؟ هذا الكلام عد إلى الإمام الترمذي في مواقيت الصلاة مثلا، أو في أيضا الطهارة ذكر أكثر من حديث، فالحديث يكون عليه كالعمل عند كافة العلماء، يعني كافة الإجماع، يقول هذا عليه العمل عند كافة العلماء فتجد الحديث ضعيفا، ويذكر في الباب ذاته حديثا صحيحا ليس عليه العمل. أعطي أمثلة. ذكر في آخر جامعه قال ماذا؟ قال: ولم أذكر في كتابي هذا حديثا أجمعت الأمة على ترك العمل به سوى حديثين، حديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفه ولا مطر، هذا واحد، والحديث في مسلم هذا، وأخرجه الترمذي لكن يقول الأمة تركته بالإجماع، وحديث إذا شرب شارب الخمر الرابعة فاقتلوه، يقول لم يعمل به العلماء، الأمة الكافة تركوه. طيب، وفي الوقت ذاته إذن ماذا فعلوا؟ تركوا حديث صحيحة، وفي الوقت ذاته يذكر حديث الماء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وعليه العمل عند أكثر الفقهاء، عند جميع الفقهاء، أن الماء إذا تغير شيء من أوصافه هذا يتحول نجس. فيقول الترمذي رحمه الله: وهذا حديث ضعيف عليه العمل عند كافة العلماء. إذن قضية هذا الرعب الشديد من الضعيف يعني لم تكن موجودة عند علمائنا، فالحديث ربما يكون ضعيفا ثم بعد ذلك يجدون له إسنادا بعد حين أثناء يعني البحث وكذا. يعني مثل حديث ماذا؟ من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا فقد لغى الحديث موجود هذا، لكن ومن لغى فلا جمعة له هذه الزيادة ليست موجودة في الكتب، فكان أكثر علماء يقول هذه زيادة باطلة أو لا إسناد لها أو موضوع أو شيء من هذا القبيل. لما طبع تاريخ واسط وجدوها بإسناد صحيح هذه الزيادة. فإذا يعني إذا ضاع من السنة ضاعت أشياء يسيرة جدا معناها موجود، فقد نجد الإسناد في يوم من الأيام. فهذا الرعب الشديد من الحديث الضعيف الحقيقة هو من شأن السلفية، وهذا لم يكن في الأمة الإسلامية. طيب، الأئمة لهم مناهج في هذا، يعني علماء الإسلام العظام وجدنا لهم، يعني مثلا هناك من يقدمه على قول الرجال، ورد عن الإمام أحمد شيء من هذا القبيل، حديث ضعيف بدليل ماذا؟ أنه رواه في مسنده أشياء كثيرة في مسند الإمام أحمد، فهو يقول في كتب في مذهبه كثير أشياء من هذا القبيل، فيقول ماذا؟ هو أولى عندي من أقوال الرجال. فإذا عندي قياس، يعني رجل يقيس أو يجتهد برأيه، وعندي حديث ضعيف في المسألة يقول لا، ما دام لا يعارض الأصول فيقدم على أقوال الرجال. أو ربما، وهذه مسألة أيضا خطيرة ومهمة جدا، يعني كالإمام أبي حنيفة وكالإمام مالك وهذا هاتان المدرستان عندهم أشياء هي صحيحة عندهم وإن ضعفها المخالفون لهم، يعني كالمرسل مثلا، المرسل عند المحدثين عند أكثر المحدثين ضعيف. الشافعي رحمه الله يقول إذا كان من مراسيل الكبار كسعيد المسيب يقبل، مراسيل الصغار لا تقبل. طيب، أكثر المحدثين على رفض المرسل وأنه ضعيف، أبو حنيفة ومالك كلاهما يحتج بالمرسل. فالمسألة إذن هو ضعيف عندك أنت، فتأتي وتقول هذا حديث ضعيف، طب حديث عندك ضعيف عندك ليس عنده، فحينما ترد الضعيف هكذا مطلقا يعني أنت ترد شيئا صحيحا عند إمام آخر، والقاعدة تقول لا ينكر المختلف.